وعن حالة الطقس مشاهدينا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقي الأنحاء. في مالي مشاهدينا، بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع.